هذا التوبيك بدكم تقرأوه من السلايد. النص الثاني منه مواضيع المفروض تقرأها منك لحالك. إذا هو بالأصل في الخطة هذول سيلف ريدنج. إذا أنت مش معني يعني أو معني تفهم أكثر أو تشوف المحاضرة عليهم، موجودة المحاضرة موجودة بالصفحة تبعت المساق، بس تحت بدك تنزل بالصفحة تحت تحت تحت. التوبيك هذا بنقرأ من السلايدز لأنه المعلومات اللي فيه مجمعة من أكثر من مصدر. بالنسبة للسيل ديفيجن، أول شيء إحنا ك مالتي سيلولار اورجانيزمز يعني كائنات عديدة الخلية، بنبدأ من الزايجوت اللي هي البويضة المخصبة. الزايجوت يا جماعة خلية واحدة، هاي بدها تصير مليارات الخلايا. يعني خلال هاي الرحلة راح تنقسم عدة مرات، وفي مراحل معينة خلاص تنقسم عدد معين بتوقف لأنها بدها تخدم وظائف، وهي بهذا الشكل مش مطلوب إنها تنقسم أكثر. عشان نقدر نعمل الانقسام بشكل صحيح في الوقت الملائم وما يصيرش فيه اختلالات، سواء نقص في الانقسام أو زيادة في الانقسام، عملية الانقسام هاي منظمة من ناحية الوقت اللي بدنا نعمل فيه الانقسام، ومنظمة من ناحية معدل الانقسام. أحيانا زي ما حكينا المعدل بيكون زيرو في بعض الخلايا. مشكلتنا مع الخلل في تنظيم الانقسام الخلوي وتوقيته إنه أحيانا ممكن بيلزم انقسام وما يصيرش ويصير عندنا نقص في أورجان معين مثلا، وممكن إنه ما يصير الانقسام أكثر من الطبيعي وبشكل غير منظم. هاي بتدخل في أمراض السرطانات أو الأورام بشكل عام. كلمة ورم عامة، ممكن يكون كانسر اللي هو الورم الخبيث، وممكن يكون بناين. في الحالتين سواء كانت كانسر يعني خبيثة أو بناين، في uncontrollable growth زائد أو growth في غير وقته. خلال هذا الشابتر راح نفهم كيف يصير السيل ريجوليشن للسيل ديفيجن. طبعا ضمنا مفهوم انه خلال عمليه الانقسام من المراحل الاولى في الزايجوت لحد ما نصير مالتي سيلولار اورجانيزم كامل، في خلايا معدل انقسامها سريع، زي مثلا خلايا الجنين من حد ما تصير البويضه المخصبه لحد المراحل الاولى من الجنين سريعه كثير. بتكون السيل سايكل اللي هي دوره حياه الخليه اللي هي مرحلتين جروث وديفيجن سريعه، تستغرق أقل من 20 منت مثلا في بعض الكائنات. لكن في خلايا ثانية السيل سايكل زي مثلا عندنا في الجلد بدها 24 ساعة كسيل سايكل. الكبد عندنا معظم وقت خلايا الكبد بتكون في نوع من السيل سايكل أو فيز أو في مرحلة من السيل سايكل بنسميها جي زيرو، هاي ما بصير فيها انقسام. لكن عندها القدرة إنها تطلع من الجي زيرو فيز وتنقسم، وبشكل طبيعي عشان الكبد يجدد حاله برضه ممكن تنقسم 1 to 2 times per year وأحيانا أكثر. وهذا بالذات بنشوفها لما بنعمل زراعة كبد، الشخص اللي بتشيل منه واحد من فصوص الكبد بيرجع بينمو بسرعة. ليش؟ لأنه حتى لو كانت في الجي زيرو فيز ممكن ترجع تستأنف الانقسام. بالنسبة للعضلات، للأعصاب عفوا، والعضلات الكاردياك وسكيليتال، أنويتهم يا جماعة هذولا بتكون ان اكتيفيتد من ناحية الانقسام، وبظلهم طول عمرهم في هاي المرحلة من السيل سايكل اللي هي المرحلة الصفرية اللي بتوقف بها الخلية. بتكون نشيطة وبتشتغل شغلها كله بس ما بتقدر تنقسم. ليش حكيت هذولا تو تايبس؟ لأنه سموث ماسل في كثير مناطق بتنقسم، اذا انطلب منها السموث ماسل تنقسم. سكيليتال والكاردياك لا، يعني الرحم في البشر لما بيصير فيه حمل الرحم بيكبر كثير، العضلات طبقه العضلات اللي في الوول تبعه بتكبر بطريقتين، بتنقسم وبتكبر من ناحيه الحجم نفسه بتتضخم. طيب كيف او عفوا اثناء السيل ديفيجن الخليه بدها تحقق شغلتين، بدها تنسخ وتضاعف المحتويات تبعتها على الاقل يعني مضاعفه، وبدها توزع هاي المحتويات على الدوتر سيل بشكل ملائم. هون بحكي ملائم ليش؟ لانه مرات بعض انواع الانقسام ممكن ما توزع
المحتوى على الدوتر سيلز، بيظلهن ماسكات في بعض، وتصير الخلية فيها نواتين بس خلية واحدة وشغالة في الكبد. هاي مرات بنشوفها بشكل طبيعي، يعني مش لأنها مشكلة. بعض خلايا الكبد فيها عدة أنوية لأنه ما بتكمل السيتوكينيسيس، ومرات السيتوكينيسيس بيكون منصف، وفي مرات أخرى السيتوكينيسيس بيكون غير عادل. مثلا في البويضات، في بويضة راح تأخذ معظم السيتوبلازم، وفي بويضة ثانية أو مش بويضة عفوا جسم قطبي بأخذ كمية قليلة، لذلك بنقول أبروبريتي. فهاي بتختلف من خلية لخلية. في السيل ديفجن كمان مرة بدنا ننسخ المحتويات وبدنا نوزعها بشكل صحيح. عملية الانقسام عفوا، عملية أو التبادل بين الجروث والديفجن، هذا هو اللي بنسميه السيل سايكل. السيل سايكل هي مرحلة متكررة من الجروث والديفيجن. الجروث بالعادة بيصير معظمه في الانترفيز اللي هو المرحلة البينية، هي اللي بيصير فيها الجروث، والديفيجن بيصير في الام فيز. شو علاقتهم هذول في بعض؟ اول شيء الانترفيز هو الوقت اللي او المرحلة اللي بتقضي فيها الخلايا معظم وقتها، وبيمثل 90% من السيل سايكل. بيتكون من 3 فيزز اخذتهم بالبيولوجي، الجاب واحد الاس او السينثيسيس، والجاب اثنين. المراحل هاي كلها بصير فيها نمو، والاس فيز بصير فيه الريبليكيشن للدي ان اي للسنتروسوم. بالنسبه لل 10% اللي ضايلات من السيل سايكل، بتصير فيهن الام فيز او الميتوتيك فيز، اللي بيصير فيه الميتوسيس والسايتوكاينيسيس او التخثر الخلوي. مراحله خدتوها بالبيولوجي: تمهيدي، ما قبل الاستوائي، الاستوائي والانفصالي والانتهائي. كل مرحله بتتميز باشياء. بهمنا اليوم في السيل سايكل البروفيز. تتأكدي إنه إذا عندك مشكلة في الميكروفون. الطلاب كلكم سامعيني صح؟ سامعينك دكتور. أوكي. السيتوكاينيسيس إن صارت ممكن تصير في يعني مع هذول المراحل، مع الأنافيز أو التيلوفيز. 90% من دورة الحياة حكينا بتقضيها في الانترفيز، والبقيه بتقضيهم في الميتوسيس. اذا اخذنا تيبيكال الماميليان سيل على فرض انه فيها دوره الحياه 24 ساعه، 6 ساعات تقريبا في الجي 1، تقدم مرتين في الاس، و6 ساعات في الجي 2، وبتظل 1 اور من ال 24 اور هاي بتقضى فيها الميتوسيس. بعض الخلايا بتفوت في حاله خاصه من الجي 1 فيز، بنسميها الجي 0 فيز. هون ممكن تقضي أوقات طويلة، ممكن للأبد تظلها فيها، وممكن تفوتها وتطلع منها حسب شو وضع الخلية. طيب كيف بيتم الكنترول للسيل سايكل؟ قبل ما نحكي عن كيف بيتم السيل سايكل يا جماعة، حاليا المفاهيم عنها بتجمع شغلتين أو تو كونسبتس مفهومين. أول إشي، في خلال السيل سايكل في عندنا عمليتين أو نقطتين irreversible، ان صار بيرجعنش. لانهن irreversible الخليه بتحاول تعملهن بشكل صحيح، فراح يكون في عندنا نقاط فحص او حواجز فحص حوالين هذول التو irreversible بوينتس، عشان الخليه ان عملتهن خلص بدها تلتزم بالنتائج. إذا كانت النتائج مليحة كله تمام، بس إذا كانت النتائج فيها خلل بصير عليها شغلات ثانية. عفوا، كمان مرة، في عندنا نقطتين في دورة حياة الخلية، هذول النقطتين irreversible. لأنهن irreversible لازم الخلية تكملهن بشكل سليم، إذا فيهن خلل فيش رجعة. شو هن الشغلتين؟ مضاعفة المادة الوراثية وتوزيعها. هذول أهم الأشياء. الحياة بإيش محمولة؟ بالجينيتك ماتيريال، النظام الكود ربنا حطه في الدي ان ايه.
هذا الدي ان ايه بيضمن بشكل عام انه الكائن الحي يحتوي على معلومات اللي بتحافظ عليه على نوعه. هاي المعلومات لازم لما بينقلها في خلايا، انا بحكي هنا بشكل عام حتى مش بس في الماتوسيس، حتى في الميوسيس، المادة الوراثية لازم ننقلها بشكل صحيح، ما يكونش فيها اختلالات. وين فرصة الاختلالات بشكل عام أثناء السيل سايكل ممكن تصير؟ أثناء الريبليكيشن. ممكن الريبليكيشن ما يكملش، يعني ما يصيرش لكل المادة الوراثية، وممكن الريبليكيشن يصير مثلا أكثر من مرة، وممكن الريبليكيشن يتم بس يصير فيه أخطاء محلية، ميوتيشنز أو طفرات. فالخلية لما بدها تعمل السيل سايكل بدها تحاول هاي الخطوة تصير بشكل صحيح، تصير لمرة واحدة، تصير بشكل كامل، وما يصيرش أخطاء أثناء عملها. طيب عملت المادة الوراثية ضاعفتها، لنفترض إننا نحكي عن الميتوسيس، لنفصل السيستر كروماتيدز اللي هن الريبليكيتد كروموسومز. طيب شو الأهمية هاي الخطوة إنها تصير بشكل صحيح؟ متى ما فصلتهم خلص تقدرش ترجع تركبهم، هاي بشكل أساسي. أثناء عملية الفصل بدك تضمن إنه ما يروحش كروموسوم واحد كامل ريبليكيتد لون سيل وان دوتر والثاني تطلع بالك كروموسوم. فإحنا السيل سايكل فيه تشيك بوينتس أساسية، حواجز أو نقاط تفحص هاي النقطة، برضه بدك تضمن إنه هاي النقطة تصير بشكل صحيح. طيب عشان ننظم السيل سايكل حوالين هذول النقاط الإيريفيرسبل، في عندنا تشيك بوينتس أساسية، بحكي على الميجر، ميجر تشيك بوينتس، في عندنا ماينر تشيك بوينتس بتفحص اشياء ثانيه، بس اللي راح نحكي عنهم اليوم اللي هن الميجر. في الميجر بيفحص الاكيورسي لهذول البروسيسز انهم بدهن يصيرن بشكل صحيح، واحيانا بعض التشيك بوينتس بتزودنا بنقاط تقدر الخليه تستجيب فيهم للاشارات من برا او من داخل الخليه، راح نوضحها هاي بالتفصيل كمان شوي. في عندنا 3 كريتيكال بوينتس الخليه بتحاول لما بدها تمشي في السيل سايكل تتجاوز هذول التشيك بوينتس بدها تحاول تعملهم بشكل صحيح. النقطه الاولى اللي هي الجي 1 تو اس تشيك بوينت، لها اسماء ثانيه في الخميره بيسموها الستارت، في الماميليان سيلز مرات بيسموها الريستريكشن بوينت. الخميره ليش ذكرتها؟ لانه الخميره هي الموديل اللي فهمنا من خلاله كثير معلومات عن السيل سايكل. فكانوا بتتذكروا عن سي اليجانس استخدمناها في الابوبتوسيس. في السيل سايكل ستاديز كثير حتى من اسماء الانزيمات بتلاقي مرجعها او البروتينات مرجعها لبروتينات زيها في الخميره، النظام هذا طبعا محفوظ بين يعني بين الكائنات البسيطه والكائنات المعقده، فهاي تشيك بوينت الاولى. تشيك بوينت هاي يا جماعه تفحص هل الاوضاع ملائمه لعمليه الانقسام، يعني الاستمرار، الدخول في الانقسام والاستمرار فيه. اهم الاشياء اللي بتفحصها هل في نيوتريانتس طلعوا، لانه في جزء من الجروث بيصير بعد هاي التشيك بوينت، الدي ان اي ريبليكيشن والجروث الثاني بيلزم تعرف هل في نيوتريانتس كافيه، هل هي اصلا جايتها اشاره للانقسام. خلينا نيجي عليهم تشيك بوينت الاولى، ايوه تفحص لنا هل في نيوتريانتس كافية عشان تقدر تمشي في الانقسام، نيوتريانتس اللي هن المواد الأولية والإنرجي ريزيرفز. ها أول شغلة، هل وصلت مضاعفة المحتويات فيها بشكل كافي لأنها بدها تنقسم لخليتين، هل وصلت كميات كافية من المحتويات عشان تقدر تنقسم في الجي 1 فيز، هل في إشارات من برا للانقسام مناسبة زي مثلا بالزنبق بعض الخلايا جروث فاكتورز، بعض الخلايا بتلزمها الاكسترا سيلولار ماتريكس هل ملائمه للانقسام، احيانا بيلزم من الشغلتين. فهاي الاشارات وين بيتم فحصها والتاكد من طبيعتها انها سليمه ولا لا، بتصير في هاي الستيت. بيتم ايضا فحص الدي ان اي انتجريتي، حكينا انه الدي ان اي هو اللي بيحمي المعلومات الوراثيه، بدناش نورث دي ان اي في دمج للدوتر سيلز، اذا لقينا دمج مثلا ما عرفناش نظبطه بجوز نخلي الخليه تموت بالابوبتوسيس او توقف خلاص تفوت في الجي زيرو فيز، واحيانا الدخول في الجي زيرو فيز اصلا بيكون مبرمج اوتوماتيك. فهاي الاربع اشياء اللي بتنفحص في الجي 1 تو اس تشيك بوينت. الجي 2 تو ام تشيك بوينت بتيجي وراها اللي هي الستيج هاي بعد ما نخلص الجي 2 من اسمها جي 2 تو ام تشيك بوينت او مايتوتيك تشيك بوينت، عفوا مش مايتوتيك، خلاص اسمها جي 2 تو ام تشيك بوينت.
هاي بتفحص شغل تفحص شغلتين، الدي ان اي انتجريتي، احنا بنكون ضاعفنا الدي ان اي، هل عملية المضاعفة هاي عملت دمج ولا لا؟ هل الدي ان اي صار ريبليكيشن له بشكل كامل؟ حتى من الاشياء بتنفحص انه ما يصيرلوش ريبليكيشن مرتين، يعني هذول برضو هاي شغله مهمه ممكن تصير. فبتفحص دي ان اي انتجريتي والدي ان اي ريبليكيشن، اذا كل هذول الاشياء صارن بشكل تمام بتوافق للخليه انها تفوت في المايتوسيس. بس اذا كان في مشكله في الدي ان اي كوانتيتي زياده او نقصان، يعني ما صارش كومبليت ريبليكيشن او صار ريبليكيشن بزياده، او كواليتي نوعيه الدي ان اي صار فيه ميوتيشنز، الخليه او تشيك بوينت هاي بتوقف الخليه في هاي الستيج وبتخليها تحاول تصحح الخلل، كمل الدي ان اي ريبليكيشن او تصلح الدي ان اي دامج. طيب اذا ما قدرتش، اذا الدمج irreversible لا يمكن اصلاحه، هون بتشتغل اشاره الابوبتوسيس اللي حكينا عنها قبل. تذكر لما حكينا في الابوبتوسيس، من الاشياء اللي بتحفز الابوبتوسيس انه يكون في دي ان اي دامج irreversible، فالخلايا بتدخل في الابوبتوسيس عشان ما نورثش خلايا دوتر سيلز فيها دي ان اي دامج، وهذا ضروري لمنع الكانسر. ليش منع الكانسر؟ الكانسر يا جماعه انه خلايانا تكتسب صفات جديده تعطيها افضليه على الخلايا الثانيه اللي حواليها، الخلايا الطبيعيه. الخلايا الطبيعيه مثلا في عدد انقسامات محدد لازم تعمله، في ظروف لازم تكون موجوده فيها عشان تنقسم، اذا ما كانتش هاي الظروف موجوده تنقسمش. خلايا السرطان شو بتختلف؟ انه انقساماتها مرات بتكون مستمره بشكل لا نهائي، وبتقدر تعيش في ظروف خلايا طبيعية المنشأ تبعها ما بتقدرش يعيش فيها. يعني مثلا خلية الدم، خلية الجلد عندك، خلية الجلد المفروض تنمو على الجلد، على الغشاء القاعدي بنسميه البيسمنت ممبرين، إذا دخلت على الدم بلاد فيسل بطريقة أو بأخرى مباشرة بتموت، لأنه الدم بيدعمهاش في النمو والانقسام. يعني أنت بس مثلا تأخذ إبرة، مثلا أثناء دخول الإبرة راح تسحب معها شوية خلايا من الجلد، بصيرش عندك ورم في المكان. ليش؟ لأنه متى ما طلعت الخلية من محلها اللي طلعت على رأس النيدل بتموت. تلاحظ أنت أنه هون في صفات جديدة اكتسبتها الخلية. طب كيف الخلايا بشكل عام حتى في الكائنات القديمة أو البسيطة بتكسب صفات؟ أنه بيصير في عندها تغيرات في الدي ان ايه تحمل هاي الصفات. الكانسر عشان يصير وين بتصير فرصة الكانسر أعلى؟ لما بيخرب الدي ان ايه وبيصير هذا الدي ان ايه اللي فيه دامج يتورث لحد ما انه الخلية تعمل الدي ان ايه ريبليكيشن ويصير دامج. مش مشكلة، المشكلة وين؟ انه الدامج هذا ما يلتقاش مثلا، يعني الآليات اللي بتكشف عن الدي ان ايه دامج ما تلقاش الدي ان ايه دامج، او انه تلقاه بس ما تعرفش فوت الخليه في الابوبتوسيس، فالخليه تكمل الانقسام وتورثه للدوترز. لما في دامج بوصل للدوتر سيلز، على الاغلب اللي صاير في الدوتر سيلز او اللي بيصير في الام تبعت هذول الدوتر سيلز راح يصير في الدوتر سيلز. يعني اذا الخليه الام تقدرش تفحص الدي ان اي دامج او تقدرش توقفه في محله، من هاي صفات محموله بايش؟ بالدي ان اي. معناته الدوتر سيلز اذا اخذ الدي ان اي هذا راح يورث نفس الصفه، اللي هن ما يكتشفنش الدي ان اي دامج او ما يعرفنش يصلحنه. طالما بيكتشفنش الدي ان اي دامج زي من او بيعرفنش يصلحنه، طالما معناته اذا صار دي ان اي دامج جديد مش راح يتم تصليحه، وفي مرحله معينه وفي مرحله معينه الـ يعني الدوتر سيل راح تصير تتصرف زي امها، لا بتعرف تلاقي الدي ان اي دامج، وممكن زي الام لقيته بس ما عرفتش تمنع توريثه، فهي راح تصير تتصرف زيها. بس الدي ان اي دامج بذاته في هاي المرحله مش قصه، المشكله وين؟ في انه اكتشاف الدي ان اي دامج وتصليحه هو البروبلم. يعني الدوتر سيلز ورثاني صفه مهمه من امهاتها انها ما بتقدر تصلح الدي ان اي دامج. الكانسر لانه بده يكسب صفات جديده، شو النافذه او المدخل او البوابه اللي بتفوت الخليه على الكانسر؟
انها ما تعرفش تلقى الدي ان ايه دامج. مش الكانسر، مش هو الدي ان ايه دامج بحد ذاته، دمار الدي ان ايه. الكانسر بده عشان يصير ونكسب صفات جديده، انه اذا صارت طفرات الدوتر سيلز ما تعرفش تتعامل معها، الخليه ما تعرفش تتعامل معها. طبعا بما انه تورث الدي ان ايه دامج للبنات للدوتر سيلز، معناته هذول الدوتر سيلز صفاتهم زي صفات امهن، بجوز ما يصير سرطان من اولها، بس هن حاملات بذره هذا السرطان، يعني اللي بتشفنش الدي ان ايه دامج او بصلحنش. اذا صارت طفرات مستقبليه، مثلا خلت هاي الخلايا تنقسم للابد، خلت هاي الخلايا لما تفوت على الدم مثلا ما تموت، هاي صفات جديدة تعطي هاي الخلايا أفضلية. إذا جمعت صفات جديدة كثير ممكن تصير كانسر في المرحلة المعينة. فهاي تشيك بوينت من التشيك بوينتس الأساسية. أي تشيك بوينت على فكرة بتفحص الدي إن إيه دامج تخدم هاي الوظيفة. نرجع للتشيك بوينت أو أنا وضحتها هاي بالنسبة حالات اللي بتكون فيها الخلية أصلا مش مطلوب منها تنقسم. فشو بتدخل في جي زيرو فيز، وهذا الفيز بتكون الخلايا هايلي سبيشاليزد واكتف وبتشتغل، لكنها ريستد في الجي زيرو فيز. العضلات والعضلات القلبية والهيكلية ما يقدروش يستأنفوا الانقسام، لكن السموث مسل ممكن حالة خاصة هاي، والنيرز ايضا. هذول كان نيفر ديفايد. اذا بنحل مشكلتنا على فكره، في كثير امراض الجهاز العصبي والعضلات تنحل، انه اذا بتخلي هاي الخلايا تنقسم وتعبي النسيج وتشتغل بشكل صحيح تحل المشكله. بالنسبه لليفر سيلز مؤقتا تقعد في الجي زيرو فيز، ممكن في ظروف معينه تستدعيها تنقسم، سواء من اشياء في داخل الكبد نفسه او اشياء من برا، يعني حوالين تكون المشاكل. اخر تشيك بوينت بعدين بنطلع بريك، اللي هي السبندل تشيك بوينت. هاي اللي بالامارات بسموها الميتوتيك تشيك بوينت، هاي بتتمحور حوالين النقطه الثانيه في السيل سايكل ريجوليشن اللي حكيناها عنها. النقطه الثانيه توزيع السيستر كروماتيدز او الهومولوجس كروموسومز في الميوسيس على الدوتر سيلز بشكل صحيح. طيب كيف التشيك بوينت هاي تضمن انه الخليه ما تكملش ما تبداش في تكملش الميتوسيس عفوا، هاي بتكون في اخر الميتوسيس، تضمن انه ما تمشيش في الميتوسيس الا اذا تحققت الظروف الملائمه. طلع احنا اذا عندي تو سيستر كروماتيدز رابطات مع بعض، بيكون على كل جهه منهم بروتين ستراكشر، هاي اللي راح تمسك فيها المايكروتوبيولز اللي بتيجي من السبندلز. انا عندنا سبندلز بتطلع مايكروتوبيولز، والسيستر كروماتيدز تبعت هذا الكروموسوم لازم يمسك كل واحد منهن، كل كاينيت كور عفوا، هذا كاينيت كور، كل كاينيت كور لازم يكون رابط في مايكروتوبيول من الجهتين عشان نبدا الانافيز. الخلايا اذا لقيت او تشيك بوينت هاي شو بتكون تفحص؟ تكون تفحص انه هل كل الكاينيت كورز مربوطات من الجهتين ولا لا. طالما في واحد على الاقل من هذول الكاينيت كورز مش مربوط، طالما هذا الكاينيتو كور شو بكون يعمل؟ سيجنال اللي هي المات 2 اللي بنسميها مايتوتيك اريست ديفيشنت سيجنال، هاي السيجنال بتمنع الميتوسيس، بتمنع يعني الانافيز. تمام مرة، هاي تشيك بوينت تتمحور حوالين السيبريشن اوف سيستر كروماتيدز. طالما في واحد على الاقل من الكاينيتو كورز مش رابط بمايكروتوبيول زي هيك يكون لسه حر، هاي بتصير في الميتافيز. طالما في واحد حر، طالما هذا الكاينيتوكور الحر بينتج اشاره اسمها ماتو حسب التسميه في الخميره، هاي الاشاره بتكون مانعه الانافيز تعمل اريست في الميتافيز، بتظل الخليه بالميتافيز تمنه كل الكاينيتوكورز تربط. لما كل الكاينيتوكورز تربط الماتو بتختفي، الخلية بتكمل الأنافيز. كم هاي النقطة الثانية أو التشيك بوينت الثانية اللي بيكون حواليها ريجوليشن. السلام عليكم. نكمل في الريجوليشن للتشيك بوينتس. كيف بيتم هذا الريجوليشن؟ تشيك بوينتس يا جماعة فيها نوعين من البروتينات المهمات في التنظيم.
في عندنا بروتينات بنسميهم سايكلينز، سايكلينز اسمها سايكليك. إذا تيجي بتطلع على الوقت أو التايم من السيل سايكل، يعني إذا هنا مثلا الأنفيز الجي 1 جي 2 اس وهكذا، أو اس جي 2 وهكذا بشكل متكرر اللي هو الوقت، وهنا الليفل مستوى السايكلين، بنلاحظ احنا انه مستوياتها تعلى وبتقل حسب الفيز. يعني اذا بدي اتبع لسايكلين معين، مثلا سايكلين نوعه بي، مثلا هذا السايكلين بي بتلاقيه بيرتفع وبينزل، بيرتفع وبينزل بشكل دوري خلال السيل سايكل، لذلك سموه سايكلين. طيب شو فائده السايكلين؟ السايكلين مسؤول عن تفعيل انزيمات بنسميهن سايكلين ديبندنت كاينيزز، هن اللي بنفذن أوامر التشيك بوينت. يعني في عندنا نقاط فحص، هاي نقاط الفحص بتغير وبتأثر على تركيز سايكلينز معينة. سايكلينز كيف بدها تنفذ المعلومات؟ بتنفذها من خلال انزيمات بنسميهم السايكلين ديبندنت كاينيزز. هذول كاينيزز لذلك هن بيعمل الفوسفوريليشن للأشياء اللي بدها تعمل السيل سايكل ايفنتس، يعني بتعمل فوسفوريليشن لبعض البروتينات اللي بتبلش السيل سايكل ايفنت. السي دي كي مستوياته ثابته بتكون في الخليه، السايكلين متغيره مستوياته. انا قصدي اذا بتطلع دوره الحياه البروتين بيكون تركيزه ثابت، يعني الكونسنتريشن تبع السي دي كي بيكون ثابت، ولكن الاكتيفيتي تبعته متغيرة. كيف متغيرة؟ إذا السايكلين تبعه عالي بيصير أون، إذا السايكلين تبعه نزل بيصير أوف. يعني هاي طريقة من طرق ريجوليشن للبروتين أكتيفيتيز. إنه أنا عندي كاينيز، خلينا نشوف كيف شكله. هاي مثلا السي دي كي الإنزيم اللي بضيف فوسفيت على الإنزيم على البروتينات اللي بتنفذ السيل سايكل إيفنت، وهذا السايكلين تبعه. في الخلية مرات هذا بيكون مش موجود ومرات بيصير موجود. في الخلية هذا دائما موجود، بس مرات بيكون اون ومرات ثانية بيصير اوف. وانت بيصير اون اذا السايكلين تبعه موجود، وانت بيصير اوف اذا السايكلين تبعه اختفى. شو بيعمل هذا بس يشتغل؟ خلينا نشوف. هاي السايكلين اللي بتغير، وهاي السي دي كي اللي مستوياته ثابتة. إذا علي السايكلين مع السي دي كي، السي دي كي بصير أون. شو بيعمل؟ هو كاينيز بضيف فوسفيتي على بروتينات معينة إلها دور في تنفيذ المرحلة هذيك. بضيف الفوسفيتي، البروتين هذا اللي انضاف عليه الفوسفيت بيكون إن أكتف بصير أكتف، أو بالعكس، يعني نحن عم نحكي بالصورة العامة. طيب خلصنا الإيفنت، سيل سايكل في هاي المرحلة خلصت كل شيء، شو بصير بالسايكلين تبع هذيك الفيز من السيل سايكل؟ بتم تكسيره، بروح بيتم تحطيمه بآليات الخلية. السي دي كي بضل موجود، بس السايكلين نفسه اللي بيختفي. السي دي كي بهاي الحالة فيش سايكلين، بصير اوف. طبعا هاي الطريقة الأساسية لتنظيم شغل السي دي كي. في طريقة ثانية، وهي أنواع مختلفة حسب شو نوع السي دي كي، برضه ممكن تعمل فاين تونينج. فاين تونينج يعني ضبط دقيق لفعالية السي دي كي. الفاين تونينج اصلا بالاساس لازم السايكلين يكون موجود، بس مرات ممكن نثبط السايكلين ديبندنت كاينيز بشكل مؤقت، مثلا بالفوسفوريليشن. احيانا الفوسفوريليشن مش بس بيثبط، بجوز يفعل، اللي لونه اخضر بتفعل، اللي لونه احمر بتثبط حسب. وفي عندنا نوع من البروتينات بنسميها سي دي كي انهبيتر بروتينز، يعني السايكلين سي دي كي اكتيفيتر، وفي عندنا نوع خاص بنسميه سي دي كي انهبيتر بروتينز. وهاي الاشياء الفوسفوريليشن والانهبيتر بروتينز بتختلف حسب السايكلين، بس بالاساس حسب السي دي كي. بالاساس السي دي كي عشان يشتغل بيلزمه سايكلين، تحكم دقيق في فعاليته بيجي بواسطه اذر ميكانيزمز. هسه في كل مرحله من السيل سايكل قبل التشيك بوينت بيكون في عندنا سايكلينز اساسيه بتخدم المهام تبعت هذيك السيل سايكل. مثلا الجي 1 وال 2 اس سايكلينز، يعني في المرحله بين الجي 1 والاس، في عندنا السايكلين دي
وإي وإي. كل سايكلين كم مرة بيشتغل مع سي دي كي؟ مثلا سايكلين دي مع سي دي كي 4 و6، سايكلين اي في مرحلة معينة بيشتغل مع سي دي كي 2 وبعديها بيستلم عنه الشغل، سايكلين اي بيشتغل مع سي دي كي 2. هذول الاثنين دي واي مسؤولات على الانتقال من الجي 1 للاس، يعني هن هذول وين دورهم بالاساس؟ حوالين هاي النقطة. عندي هون السيل سايكل فيز جي 1 اس جي 2 الميتوسيس، هذا بيرجع جي 1 وهكذا. إذا بتيجي تدور في هاي المرحلة بتلاقي أهم السايكلينز اللي هو مش مرسوم هنا، سايكلين دي راح أحكي عنه بالتفصيل، والثاني سايكلين إي. سايكلين دي مع إي بيخلي الخلية تمشي من الستارت أو من الترانزيشن بوينت وتقرر تبلش الريبليكيشن. طبعا الستارت بنتجاوزها بالسايكلين بي مع السايكلين اي، هاي مستوياته هيك بتتغير فعلا بهاي المرحله. سايكلين اي بيؤدي لزياده فعاليه او زياده كميه السايكلين اي، والسايكلين اي هو اللي بينفذ الاس فيز، يعني مع السي دي كي 2 بيخلي الخليه تعمل كروموسومال ريبليكيشن وسنتروسومال ريبليكيشن. طيب صار الجروث والدي ان اي ريبليكيشن، بتيجي الاس، بتيجي المرحله الثانيه اللي هي الجي 2 تو ام، هاي التشيك بوينت اللي هون. هاي التشيك بوينت وين بتبلش تشتغل؟ لما بيعلى السايكلين بي. طبعا السايكلين بي بيكون يتراكم شوي شوي لتوصل مستويات معينه. لما توصل مستوياته لمرحله لحد معين لثريشولد معينه بيشغل الميتوسيس. خلصنا من السايكلين بي مع الميتوسيس وفتنا بالميتوسيس في الطور الاستوائي في الميتافيز والدخول يعني في الترانزيشن للانافيز، بيشتغل عندنا بروتين كومبلكس، هذا مش سايكلين، بروتين كومبلكس اسمه الانافيز بروموتينج كومبلكس، شو يعني؟ بده يحفز الدخول في الانافيز، هذا ضروري للام او سبندل تشيك بوينت. فخلينا نشوف بالنسبة لكل تشيك بوينت الأشياء الأساسية اللي بتأثر عليها وكيف بيصير التنظيم عندها. حكينا إنه الخلايا ممكن تستجيب بإشارات انقسام من برا. أشهر الأمثلة الجروث فاكتورز. الجروث فاكتورز يا جماعة هي جزء من البروتينات اللي بنعتبرها مايتوجينز. مايتوجينز مايتو انقسام وجين مسبب أو مولد الانقسام. المركب سواء كان بروتين أو غيره اللي بيخلي الخلية تنقسم أو بيخلي الخلية تدخل في السيل سايكل وتبلش الانقسام بنسميه مايتوجين. أهم المايتوجينز في أجسامنا الجروث فاكتورز، ما بحكيش عن الجروث هرمون هون، الجروث هرمون هذا تبع البيتويتري شيء ثاني، صح جزء جروث هرمون في مناطق معينة للجسم هو مايتوجين بس هرمون. الجروث فاكتورز لوكالز في غالبها، لوكال ريجوليترز. مثال عليها الابيديرمال جروث فاكتور والبليتلت دراج جروث فاكتور، هذول بيأثرن على الفايبروبلاست اللي هي الخلايا الأساسية في النسيج الضام، سموهم فايبروبلاست لأنهم بيصنع البروتينات اللي موجودة في الاكسترا سيلولار ماتريكس زي الكولاجين والإلاستين وغيرهم، يعني هن مسؤولات عن تصنيع وصيانة النسيج الضام الحقيقي. الفايبروبلاست لقيوا انه في اشارات ممكن تخليها تنقسم زي الابيديرمال جروث فاكتور والبليتلت درايف جروث فاكتور اذا اجوها من الاوتسايد، اذا اجت هاي المركبات من برا الفايبروبلاست بتتحفز بتبلش الجروث بتبلش في الديفيجن. هاي الاشارات البرانيه. بعض التشيك بوينتس تستجيب للاشارات الداخليه، حكينا قبل شوي الماد تو سيجنال تمنع مثلا الانافيز، هاي الاشاره تبعت المات تو تعتبر انترنال، هنشوف كيف هاي الاشاره بتم تنظيمها والتحكم بها. طيب نيجي على الجروث فاكتورز وكيف بتاثر على الجي 1 تو اس تشيك بوينت. عشان الخليه تقرر تنقسم
لازم يعلى فيها السايكلين دي. السايكلين دي بروتين بده يبلش مع السي دي كي تبعه يأثر على الاكسبريشن للسايكلين اي. بس هاي المرحلة لسه مش راح احكي فيها هسه، راح احكي فيها كمان شوي. يعني اذا الخلية بدها، او عشان الخلية تنقسم لازم ترفع في داخلها مستويات السايكلين دي. طب كيف بدها ترفعه؟ هاد بيرتفع بتأثير الجروث فاكتورز السيجنالينج من برا. في هذا المثال حاطين نيتروجين اسمه الابيديرمال جروث فاكتور على الفايبروبلاست. بدنا نفهم كيف السيجنال ترانزدكشن بوصل بالاخر لزياده مستويات السايكلين دي في الخليه. لنفرض في فايبروبلاست حواليها اجى ابيديرمال جروث فاكتور، الريسبتر طبعا تبع الابيديرمال جروث فاكتور، نعرف الجروث فاكتورز بشكل عام الريسبتورز بتكون من نوع التيروسين كاينيز. لما بيشغل الريسبتر هو مش عامله دايما، بس انت فاهم انه بصير له دايمرايزيشن، بصير له فوسفوريليشن. لما بصير له فوسفوريليشن بيعمل سيجنال ترانزدكشن، اخر هاي السيجنال ترانزدكشن زياده الترانسكريبشن للسايكلين دي. في عندنا ترانسكريبشن فاكتور اسمه الام واي سي، هذا الترانسكريبشن فاكتور بيزيد شغله او بيشتغل بصير اون بالفوسفوريليشن، يعني هذا بيكون اوف هيك تشغله بدك فوسفوريليشن كاسكيد تفسره. لما بيشتغل بيروح على الدي ان ايه تبع السايكلين دي وبيزيد الترانسكريبشن، فبتبلش مستويات السايكلين دي ترتفع والخليه بعديها بتقرر تنقسم. طبعا لما بقول بتقرر تنقسم يعني بدها تعمل الاشياء الضروريه للانقسام. طيب كيف نشغل الام واي سي اللي هو الترانسكريبشن فاكتور؟ في له كاينيز اسمه اختصار لمايتوجين اكتيفيتد بروتين كاينيز، يعني الكاينيز الذي يعمل بالميتوجين او الذي يتم تفعيله بالميتوجين. شو الميتوجين؟ بالاساس حكينا مركب بحفز انقسام الخليه. طيب الماب كاينيز هذا بضيف الفوسفيت على الام واي سي، نفسه في له كاينيز بنسميه ماب كاينيز كاينيز، بضيف هذول الفوسفيتات. طب هذا الماب كاينيز كاينيز في له كمان كاينيز، يعني مرفوع له قوه ثلاث. خلينا نقول الماب كاينيز 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 بيضيف الفوسفات على يعني في السلسلة. كيف هذا بدنا نشغله؟ هذا في له جي بروتين خاص اسمه راس جي بروتين، نعرف احنا كيف الجي بروتينز بتشتغل. هو اوف بيكون عليه جي دي بي، ضيف له جي تي بي بيشتغل شوية وبقطعها عشان ينهي الإشارة. فعشان نشغل الماب كاينيز كاينيز لازم نشغل الراس بروتين الخاص بيه. كيف بدنا نشغله؟ في جي وجيف خاص بي. جيف اسمه جوانين نيوكليوتايد اكسشينج فاكتور، شو بيعمل؟ بيطرد الجي دي بي عنه وبحط له بدالها جي تي بي فبصير عنه. طب الجيف هذا من وين بش باخذ اشارته عشان يشتغل؟ باخذها من الريسبتر بواسطه، مش حكينا الريسبتر لما بصير فوسفوريليشن بيشغل سلسله. اول شيء في السلسله انه الجيف في تنشط، لما بتنشط بتطرد الجي دي بي عن الراس وبتحط له جي تي بي. هذا هيك صار ان بيروح بشغل الكاينيز الاول، اللي بيشغل الثاني، اللي بيشغل الثالث، اللي بفسفر الترانسكريبشن فاكتور، اللي بيزيد الترانسكريبشن تبع سايكلين دي. وهيك الخليه انجزت اول خطوه من خطوات من اشارات الانقسام الخلوي. لاحظ هون انه هاي البروتينات اذا كانت تشتغل بشكل طبيعي فيش مشكلة، بس إذا صار فيها مشاكل وحصلت طفرات تزيد الفعالية، يعني gain بنسميها مرات gain of function mutations. يعني مثلا لنفترض هذا الرأس الـ ATPase اللي عليه صار مش فعال، بظل شغال لفترة أطول، هذول بيزيدن الفعالية، السايكلين دي بيزيد. الخلية اللي فيها الراس حصل هاي المشكلة أو صارت فيها هاي المشكلة إنه صار يظل شغال لفترة أطول، هاي الخلية فيها إشارة انقسام مستمرة بنسميها sustained proliferative signal، إشارة انقسام أو تكاثر مستمرة. مثلا لنفرض الماب كان صار في طفرة بحيث إنه صار أنشط بالفوسفوريليشن أو صار يشتغل منه لحاله ويضيف الفوسفيت على الام واي سي، أو لنفرض إنه الام واي سي صار يطول وهو عليه فوسفيت، ترانسكريبشن للسايكلين دي بيزيد، فالخلية برضه بيكون فيها سستين بروليفراتيف سيجنال.
الريسبتر نفس الشيء، تعلمنا عن الهير تو ريسبتر. اصلا الهير تو ريسبتر اختصار لايش؟ هيومن ايبيديرمال جروث فاكتور ريسبتر رقم 2. خلايا السرطان اللي كان فيها الهير تو نشيط كثير، كانت هاي الخلايا تنمو اكثر وعدائيه اكثر. لما بيكون في عندك بروتين طبيعيا نحتاجه وبيشتغل شغله بشكل طبيعي، وهذا البروتين شغله بيكون في الإشارات الخلوية تبعت الانقسام، طالما هذا البروتين مش عامل ورم، الجين تبعه في هاي الخلية بسميه بروتو أونكو جين، يعني بروتو مسبب أو بادئ وأونكو ورم، ورم مش مسبب بادئ، ورم أو مسبب ورم أولي، مسبب ورم أولي تقدر تقول هيك. معناه بروتو أونكوجين، بروتو أونكوجين هي البروتينات أو الجينات تبعت البروتينات اللي بتحتاجها الخلايا عشان تعمل انقسام، عشان تحفز سلسلة الانقسام. هاي البروتينات إذا كانت تشتغل بشكل صحيح الجين تبعها بنسميه بروتو أونكوجين، لكن في خلايا ممكن تصير فيها طفرة في واحد من هذه البروتينات، البروتين بيولد ورم. ليش بيولد ورم؟ لأنه بيخلي الخلية فيها إشارة انقسام مستمرة. لما بتلاقي خلية فيها الطفرة والجين تبعها كان فيه خلل في هذا البروتين، مثلا البروتين تبع الرأس أو الام واي سي، لقيت الجين تبعه خربان بطريقة إنه نشيط كثير، بيصير اسمه أونكوجين. أونكوجين يعني مولد ورم. بروتو أونكوجين البروتين نفسه بس في الخلايا الطبيعية. إحنا بنعرف إنه إذا خرب وصار نشيط بصير اسمه بروتو أونكوجين. نعم، مسببات الأورام بشكل عام مش شرط إنه الورم يكون خبيث، مش شرط. الورم هنا معناها عام، ممكن يكون حميد ممكن يكون خبيث. حتى أونكو إذا أنا بدي أبقى أدق بجوز معناها ماس، كتلة. الكتل بغض النظر، يعني الكتل الخلوية ممكن تكون خبيثة تغزو وبتدمر، وممكن تكون محددة بس بتنمو أكثر. أي بروتين بيشتغل زي هيك بالوضع الطبيعي إنه بيزيد الانقسام، هذا البروتين إذا كانت الخلية اللي قاعد تطلع عليها البروتين فيها تمام أمور مرتبة بسميه بروتو أونكو جين على أساس مستقبله. إذا صارت في هاي الخلية طفرة في البروتين وولد ورم، بتقيم كلمة بروتو لأنه هسه خلص صار قدامك عامل ورم، شو بتسميه؟ تسمي الجين تبعه أونكوجين. الإم واي سي يعتبر بروتو أونكوجين، إذا جيت على خلية والإم واي سي فيها نشيط كثير بصير بروتو، بصير أونكوجين. نفس الشيء الماب كاينيزز وهكذا. هاي بالنسبة للسيجنالينج. طيب بعد ما فعلنا سايكلين دي ورفعنا قراءاته، سايكلين دي راح يتعامل مع سي دي كي 4 ويشغل الاكسبريشن للسايكلين اي. سايكلين اي اذا زاد تركيزه مع السايكلين ديبندنت كاينيز رقم 2 بيخلي الخليه تنفذ الستارت، يعني تمشي في الترانزيشن بوينت وتقرر انها بدها تنمو وتنقسم. بعد ما نتجاوز الستارت بيعلى مستوى تركيز السايكلين اي، سايكلين اي مع السي دي كي 2 بنفذ الدي ان اي ريبليكيشن. اي واحد في هاي السلاسل اشتغل بزياده على الاغلب راح يخلي اشاره الانقسام والنمو في داخل الخليه زايده، وهاي الطفرات اللي بيحصلن فيها هذول البروتينات وظائف بزياده تعتبر لما البروتين بيحمل الصفه وبصير ورم، بصير يسبب ورم بسميه اونكوجين. بس اذا بتطلع على خليه مش صاير فيها ورم وما فيش فيها مشكله في البروتين، بتقول عنه بروتو اونكوجين على فرض انه في المستقبل ممكن يصير بروتو اونكوجين. طيب بالنسبه للجي 2 تو ام تشيك بوينت، فيها اللي بنفذها او بنفذ العمليات تبعتها سي دي كي، اسمه سي دي كي 2 او عفوا سي دي كي شو بدك كي 4 يمكن، لا سي دي كي 1، سي دي كي 1 مع السايكلين بي. مرات السايكلين بي بيسموه مايتوتيك سايكلين، وتقدر تسميه هذا السايكلين له اسم ثاني، ماتشوريشن بروموتينج فاكتور.
لما نيجي على المرحلة الأخيرة لما بدها تقرر الخلية تفحص وتلاقي لما بتفحص عفوا الخلية أو تشيك بوينت إنه الدي إن إيه مرتب وضعه والريبليكيشن تمام وكل شيء تمام، بدها تفوت في الميتوسيس، يعني في هاي المرحلة بيكون مستويات السايكلين بي ارتفعت. لما بتوصل مستويات السايكلين بي لمستوى عالي بيعمل مع سي دي كي 1 كومبلكس بنسميه ام بي اف ماتوريشن بروموتنج فاكتور، او تقدر تسميه سايكلين بي سي دي كي 1 كومبلكس. وهذا الكومبلكس شو ببلش؟ ببلش شغلات الميتوسيس اللي هي الكروموسومال كوندنسيشن، الكروماتين بصير سولابل، ببطل سولابل عفوا، بصير مبين زي الكلاسيك بيكتشر تبعت الكروموسومات، ببلش النيوكلير انفلوب يتخزق وبصير يتكسر، السبندل بتشكل يعني السنتروسومز بتبلش تتحرك على اطراف الخليه وتطلع مايكروتوبيولز، وهاي المايكروتوبيولز بتدور على الكروموسومات. ولما نخلص في بعض البروتينات زي السايكلينز لازم نكسرهم، ففي بعض البروتينات بتروح على التارجت ديجراديشن، على التكسير الموجه. اوضح هاي النقطه بالتفصيل كمان شوي. بالنسبه للماتوريشن بروموتنج فاكتور، في عندك السايكلين هيو اللي هو السايكلين بي، هاي مستوياته مع مقارنه بالسيل سايكل، والماتوريشن بروموتنج فاكتور اللي هو الكومبلكس، هاي فعاليته لما بوصل سايكلين تبعه لثريشولد معينه الفعاليه بتعلى، بتنفذ الفوسفوريليشن للبروتينات اللي بدها تعمل الميتوسيس، وبس نخلص الميتوسيس بيتم تكسير السايكلين، تنزل مستواه. شو بصير في هاي الفعاليه؟ بترجع للصفر. شو الخطوات اللي الماتوريشن بروموتنج فاكتور بعد؟ يعني اول شيء بننفذ البروفيز، هذول نيوكلير انفلوب بريك داون كوندنسيشن وسبندل فورميشن، هذول ضروريات لحد الميتافيز. في الميتافيز المفروض الكروموسومات تكون مصفوفه في الوسط، وفي مرحله معينه لازم كل كاينيتوكور يكون مربوط من الجهتين بمايكروتوبيول من سبندل، من كل سبندل، يعني لازم هيك في الميتافيز، في اخر الميتافيز لازم تكون الكروموسومات مصطفه بهذا الشكل ومربوطه بمايكروتوبيولز. الخليه ما بتتجاوز هاي النقطه وتروح على الانافيز الا اذا كل المايكروتوبيولز، او عفوا كل الكاينيتوكورز مربوطه بمايكروتوبيولز. تمام، مره بنبلش البروفيز وبنمشي بنوصل الانافيز، بنوصل عفوا الميتافيز، الطور الاستوائي والاصطفاف. في طور الاصطفاف الكروموسومات بتظلها تتحرك لحد ما انه كل كروموسوم يمسك مايكروتوبيول من الجهتين، من التو سبندلز. اذا في كروموسوم مش ماسك الخليه بتكملش، بتفوتش في الانافيز. طيب شو الاشي اللي بيخليها تفوت في الميتافيز، في الانافيز عفوا؟ مركب بروتين اسمه انافيز بروموتينج فاكتور، انافيز بروموتينج كومبلكس او فاكتور او كومبلكس، الانافيز بروموتينج كومبلكس طبعا مع السايكلوسوم، هذا شيء ثاني مش موضوعنا، ما بدناش نفوت في هذه التفاصيل. هذا الكومبلكس من اسمه هو اللي بينفذ الانافيز، يعني هو اللي بيسمح للانافيز انه يكمل. طب كيف الانافيز بروموتينج كومبلكس سايكلوسوم هذا بينفذ المرحلة الحرجة هاي اللي بده يصير فيها سيبريشن للسيستر كروماتيد؟ اللي بدور او اللي بيعرف بتركيبة الكروموسومات، في عندنا منطقة قريبة على السنترومير تبع الكروموسوم بيكون فيها بروتين ستراكشر رابطة السيستر كروماتيد مع بعض اسمها الكوهيسنس، في هذا الفيجر هاي هون، في هذا الفيجر هاي. هذول الكوهيسنس بروتينات، اذا بظلهن موجودات، طالما هن موجودات، طالما السيستر كروماتيدز مربوطات مع بعض، طب كيف بدي افكهم انا هذول؟ بدي اطحنهم، بدي اعمل لهم بروتيو لايسيس، تحليل بروتيني، بدك بروتين او انزيم يجي يطحنهم. لما بنطحنن السيستر كروماتيدز بتفلت والمايكروتوبيولز بتشدهم. هسه الكوهيسنز هذول البروتين اللي بيكسرهم اسمه سيباريز، مرات بسموه سيبارين،
نفس الشيء. هذا البروتين بروتياز، شو بيعمل؟ بقطع الكوهيسنس. المشكلة في الانافيز بتكون، او في الترانزيشن بين الميتافيز والانافيز، انه طالما السيبريز اوف، طالما الميتافيز بيقدرش يفوت في الانافيز. السيبريز في الوضع الطبيعي اذا مش مفعل الانافيز بروموتينج فاكتور، بيكون مربوط مع بروتين ثاني اسمه السكيورين المؤمن. المؤمن هذا شو بيعمل؟ بيمسك في السيبريز وبطفيه، بيمنعه انه يشتغل. بعدها في شغلات معتمدة على بعض، بدك تفصل السيستر كروماتيز، بدك تطحنهم، كيف بدك تطحنهم؟ بدك سيباريز. طب السيباريز اوف كيف اوف؟ بالسيكيورين. كيف بدي اسمح له يشتغل؟ لازم السيكيورين هذا يتم تكسيره عشان السيباريز ياخذ راحته ويطحن الكوهيسنس. طب شو اللي ماسكه؟ السيكيورين ومخليه مأمن ومش قادر يفلت السيباريز. اذا كان الانافيز بروموتينج فاكتور اوف، هذا السكيورين بضله ماسك في السيبريز، وهذول الكوهيسنز بضلهم موجودات، ما بتقدرش تفكهم. بدك انه تفصل السيستر كروماتيدز، لازم السكيورين يتكسر، السيبريز يشتغل، يطحن الكوهيسنز. طب السكيورين كيف نكسره؟ الانافيز بروموتين كومبلكس شو بيعمل؟ بيضيف عليه علامات، هاي العلامات بتوديه على نظام تكسير خلوي بطحن. إذا بدك تفك السكيورين عن السيبريز، لازم تحط عليه علامات معينة، مواد كيميائية معينة، هاي راح توديه على الديجراديشن في داخل الخلية، مش لايسوسومال، نظام خاص. طيب الأنافيز شو بيكون طافي؟ بيكون طافي إشارة الماد 2 باب ار 1 اللي بتطلع من الأن أتاجد كاينيتوكورس. طالما انا عندي كاينيتو كور لو واحد مش مربوط، هذا بضل يطلع مات تو، بضل المات تو مثبط الانافيز بروموتين كومبلكس، الانافيز بروموتين كومبلكس بضل اوف، السيباريز بضل اوف، الكوهيسنس بضلها مربوطه. اذا كل الكاينيتو كورز ربطت، كلهم ربط من الجهتين، هذا بيروح، هذا بصير اون. شو بيعمل؟ بضيف على السكيورين التاج، هاي السكيورين بروح على الديجراديشن، السيبريز بيشتغل، بطحن الكوهيسنس، التنشن المايكروتوبيوز بسحب السيستر كروماتيدز، والخليه بتفوت هيك في الانا فيز وبتكمله. لذلك سموا هذا البروتين انا فيز بروموتين كومبلكس. طبعا خلصنا، مع زال عملنا الانا فيز، الخلايا الجديده هسه بدها تبلش دوره حياه جديده. في هاي الحالة لازم برضو السايكلين بي اللي هو اللي حفز المايتوسيس أو المايتوتيك ستيج يختفي. فشو بيعمل الأنافيز؟ بنفس الطريقة اللي حط فيها علامة على السكيورين إنه يروح على الديجراديشن، بحطها على السايكلين بي. شو بصير في السايكلين بي؟ بتكسر. السي دي كي شو بصير؟ أوف. بالأزرق هون أوف، بيكون السي دي كي بصير أوف. طبعا السي دي كي بتوزع على الخليتين نص بنص، بس بنصنع بداله، بيرجع لمستويات تقليدية. العملية هاي صورة ثانية من كتاب ثاني نفس المبدأ، الأنافيز بروموتين كومبلكس مين اللي بيشغله؟ طبعا اللي بيشغله اللي يشغل المايتوسيس. طلعوا هنا حكينا في المايتوسيس، لما بدنا نبلش في شغلات بدها تصير بالبروفيز اللي هن نيوكليير انفلوب بريك داون، كروموسومال كوندنسيشن، مايتوتيك سبيندل فورميشن، حكينا اخر شيء تارجت البروتين ديجراديشن، مين اللي بفعله؟ الماتوريشن بروموتنج فاكتور. شو هو تارجت البروتين ديجراديشن؟ انه الاي بي سي هذا الانافيز بروموتنج كومبلكس يشتغل. مين اللي بيشغله؟ الماتوريشن بروموتنج فاكتور. هذا هو اللي بينفذ التارجتد بروتين او بروتين ديجراديشن. لما بيشتغل الانافيز بروموتين كومبلكس بعد ما تختفي اشاره الماد 2، شغلتين اساسيات بحط عليهن علامه، السيبرين عفوا السيكيورين هذا بيوديه على الديجراديشن، والسايكلين بي اللي هو اللي بلش او اللي فعل الانافيز بروموتين كومبلكس. لما بروح السيكيورين على الديجراديشن، السيبرين بطحن الكوهيسنس وبصير عندنا الانافيز.
ظل عندنا يعني شغلتين بسيطات ان شاء الله في هذا الموضوع. بالنسبه للكانسر، طبعا كلكم تعرفوا انه الكانسر انه الخلايا تنقسم uncontrollably. الكانسر بصير لما بصير في فشل في تنظيم السيل سايكل. الكانسر مش بس نمو غير منتظم، الكانسر في اشياء ثانيه وخصائص مختلفه لازم الخليه تكسبها عشان تصير سرطانيه. انا ما بحكي سرطان وانا قصدنا فيه الخبيث. اوكي، خباثة السرطان بتزيد حسب الصفات الجديدة اللي بتكسبها الخلايا اللي بتعطيها أفضلية على الخلايا الثانية. عشان تصير هاي الشغلة بالأساس بيكون عندنا في دمج في الدي ان اي، وهذا الدمج مش من جين من أول جيل يصير له دمج، بس بشكل كوميولاتيف، لأنه كل جين مسؤول عن صفة معينة. بس أساسا عشان يصير الكانسر، وهي حكيتها في بداية المحاضرة، عشان يصير الكانسر في الأساس لازم الخلايا تكسب خاصية، إنما تكتشفش الـ DNA دمج، أو إذا اكتشفته ما تعرفش تصلحه. فبتلاقي كل الكانسر فيها هاي المشكلة، إنه DNA دمج موجود ومش عارف تصلحه أو تعرفش تصلحه، فبتصير تكسب خصائص جديدة في المستقبل كل ما عملت انقسام، وهي الخصائص تعطيها أفضلية. قد تكون بعض الخصائص في مرحلة في انقسام معين خربت الدنيا، ممكن لا تعمل أفضلية. السرطانات بالعادة بتيجي من الخلايا اللي بتنقسم، زي مثلا الخلايا الجذعية مثلا. طيب شو هي الخصائص اللي كل ما كسبت منها الخلايا كل ما صارت سرطانات عدائية أكثر؟ من الخصائص إنه دي يكون فيها إشارة انقسام مستمر. من الخصائص ايضا اللي بتزيد الامور سوءا انها تبطل تستجيب للجروث سب ريسورس، شغلات بتثبط النمو. من الخصائص ايضا انها تقدر تعمل الغزو المحلي والميتاستاسيز اللي هو الانتشار، انتشار بعيد. من الخصائص انها كل ما تتضاعف كروموسوماتها بتظلها محافظة عليهم، وبالتالي تصير امورتال، تنقسم للأبد ما لا نهاية. من الخصائص أنه تقدر تولد أوعية دموية خاصة بها. ومن الخصائص أيضا أنها تقاوم الأبوبتوسيس. هسا تيجي على السرطان، أسوأ السرطانات اللي فيهن كل هاي الخصائص. سرطانات أقل خطورة وأقل سوءا بتكون مثلا مش كل هاي الخصائص موجودة فيها، يعني في لها حدود مثلا بتكون. السرطان اللي فيه هاي الخصائص كلها ما لهش حدود، بتلاقيه انتشر في الجسم وعبد الأنسجة وخرب الدنيا. طيب كيف الست ميوتيشنز هذول أو الطفرات بتتطور؟ مثلا المحافظة على الإشارة تبعت الانقسام، هاي بتتم إذا اشتغل الجروث بروموتر جينز اللي هن بنسميهم بروتو أونكو جينز، زي الراس ام واي سي الريسبتر اللي هو الابيديرمال جروث فاكتور ريسبتر وغيره. ليفيرنج جروث سبريسرز انه في عندها في التشيك بوينت، تتذكروا لما حكينا انه في تشيك بوينت تفحص الدي ان اي دامج، اذا في دي ان اي دامج بتوقف الخليه عن الانقسام. البروتينات اللي زي هيك بتشتغل في هاي الاليه بنسميهم تيومر سبريسر بروتينز او جينز، مثال عليهم في بي 53 راح احكي كمان شوي. يعني بيكون في عندي بروتين ضروري عشان الخليه ما تنقسمش، ضروري عشان الخليه تضلها مثبطه ما تنقسمش نظريا. انخرب البروتين زي هيك لوس اوف فانكشن صار فيه، الخليه خلص تاخذ راحتها. بالنسبه للريزيستنج سيل ديث انك تطفي السوسايد جينز، يعني تبعات الابوبتوسيس، يصير في طفره ويخرب. بالنسبه للريبليكيتد امورتاليتي، في عندنا انزيمات مسؤوله عن الجي ال كروموسومات، في مناطق في الكروموسومات كل انقسام او كل مره بصير ريبليكيشن بقصرن بنسميهم كيلو ميرز. هذول في انزيمات بتضيف، يعني في مرات طفرات شو بتعمل؟ بتخلي الخليه كل ما قصرن هذول بتضيف بدالين. طبعا الخليه اللي كروموسوماتها التيلومير تبعهم طويل، هاي معناته انه في عندها انقسامات متبقيه. كل مرة الخلية الطبيعية بتفقد جزء من التيلومير تنقسم أكثر، يعني بظل فيها مجال تنقسم أكثر. إذا خلصن التيلوميرز الخلية بتبطل تنقسم، بتبطل تعمل دي ان اي ريبليكيشن. في انزيمات إذا اشتغلت بتصلح التيلوميرز، فالفقد هذا اللي بيصير مع كل انقسام ببطل، فهاي بتصير امورتال، عندها القدرة تنقسم إلى الأبد.
انديوسينج انجيوجينيسيس، انجيو اخذتوها معناها فيسل، وجينيسيس تولد او تكوين او خلق الاوعيه الدمويه. ممكن الخليه تصير تنتج مركبات تحفز تكون الاوعيه الدمويه. سرطان بهمه الاوعيه الدمويه لانه بده تغذيه، فالسرطان اللي بيكون فيه تكون الاوعيه الدمويه نشيط بيكون عدائي. الشغلات المهمه في الغزو في الميتاستاسيس شغلتين، طبعا هذول الانزيمات او الجينات المسؤوله عنهم بنسميهم تاتش سنسور جينز، وهن شغلتين بنشوفهم في الخلايا الطبيعيه والخلايا السرطانيه اللي بتغزو وبتهاجر بعيد تفقدهم، اللي هم الدنسيتي ديبندنت انهبيشن. الوضع الطبيعي انه الخلايا اذا مثلا بقن في نسيج معين او في زراعه، اذا زاد عددهم كثير وصار كراودد وطبن في بعض، صار الخلايا كونتاكت مع بعض، شو يصير؟ they stop dividing. هذا الوضع الطبيعي. يعني الفايبروبلاست كونكتيف تيشو اذا طبن في بعض بيبطن ينقسم، خلص هذا الوضع الطبيعي. طيب تخيل فايبروبلاست صارت تطب في فايبروبلاست ثاني بس ما تنقسمش، بناتها راح يكون نفس الشيء. هاي اول شغله اساسيه في السرطان، من اساسيات السرطانات اللي بتغزو المناطق البعيده واللي بتغزو المناطق المحليه، انه خلاياها بتفقد الانهبيشن بالتلاصق، هذا بالكونتاكت. شغله ثانيه مهمه حكيتها في المثال في بدايه المحاضره، انه في خلايا عشان تنمو لازم تنمو على شغله معينه في الاكسترا سيلولار ماتريكس. مثلا الابيثيليال سيلز، الخلايا الطلائيه في جلدنا، لازم تنمو على بيسمنت ممبرين. ان طلعت دخلت على الدم بطلت على البيسمنت ممبرين المفروض تموت. هاي شو بنسميها؟ انكوراج ديبندنس انهبيشن، تثبيط يعتمد على شو البيئه اللي حوالين الخليه. البيئه الطبيعيه على البيسمنت ممبرين بتظلها عايشه، طلعت من عن البيسمنت ممبرين بحكي في الابيثيليال سيلز بتموت. في السرطانات اللي بتغزو بعيد ميتاستاتيك يعني انتشار بعيد، خلايا زي هيك تفقد الانكوراج ديبندنس انهبيشن، بتصير الخليه الطلائيه السرطانيه تفوت على الدم، تركب في الدم تظلها ماشيه تتوصل لللانكس مثلا ولا توصل للبون. هذا هو الميتاستاسيس. الست شغلات هذول اذا كانت الخليه السرطانيه عندها اياهم كلهم بتكون هاي السرطان من اكثر السرطانات عدائيه. ظل اشي له علاقه بالتيومرز، حكيت انا انه في جينات البرودكت تبعها مسؤول عن تثبيط النمو غير الطبيعي، بنسميهم تيومر سبريسر جينز. اذا فقدنا وظيفتهم هذول الخليه بتاخذ راحتها في الانقسام. اول تيومر سبريسر جين اكتشفناه اللي هو الريتينوبلاستوما سسبتابيليتي جين، هذا بيعمل ورم اسمه ريتينوبلاستوما بيكون في الشبكيه. بيجي هذا الورم في الاطفال بيغزو كره العين من ورا، دمرها، بيعمل عمل. هذا الورم لما درسوه لقيوا انه في تيومر سبريسر جين سموه الريتينوبلاستوما سسبتابيليتي جين، بيكون خربان عندهم، فهاي الخلايا الشبكيه عندهم بتبلش تنقسم بشكل غير منتظم. مثال ثاني على تيومر سبريسرز اللي هو بي 53، حكينا في الجي 1 تشيك بوينت وحتى في الجي 2 تشيك بوينت. هذا البروتين موجود عشان يمنع نقل توريث الدمج دي ان ايه. شو بيعمل؟ اذا بفحص الدي ان ايه، اذا لقيه دمج بيوقف الخليه عشان تصلح الدمج. طيب اذا الدمج ما تصلحش بيودي الخليه على الابوبتوسيس تقتل نفسها. ليش؟ عشان ما تورث الدي ان ايه دامج لدوتر سيلز، وبالتالي ما يصير السرطان. هذا اهم البروتينات في معظم السرطانات، من 60 ل 70% بنلاقيه في مشكله. ليش في معظم السرطانات؟ لانه يا جماعه حكيت السرطان خصائص جديده، صفات جديده، عشان تمر هاي الصفات الجديده بدك دي ان ايه دامج. طب عشان يمر الدي ان ايه دامج بدك الحارس تبع الدي ان ايه يوقف. الخليه اللي بي 53 فيها خربان اكيد بناتها راح يكون فيها خربان. هون مش بتصير سرطان من اولها، بس هاي الخليه عندها فرصه في المستقبل اعلى انها تكسب طفرات جديده وتعملها سرطان. لذلك بي 53 ابسنت في سرطانات كثيره، من 60 ل 70%
من السرطانات. بالنسبة للبروتو أونكوجينز وضحتهم أمثلتهم الـ MYC وغيرهم، هاي بروتينات في الوضع الطبيعي بتشتغل في السيجنالينج تبع الديفيجن، إذا زادت فعاليتها تعمل كانسر. ظل عندنا قضية أخلاقية في السيل بيولوجي اللي هي قضية استخدام الأنسجة الحيوية من الناس. خلال التاريخ البشري استخدمنا أو العلماء انتبهوا لبعض الأنسجة الخلوية إنها بتنقسم بشكل مستمر. في الزمنات في الثلاثينات والأربعينات كانوا يأخذوا الأنسجة من البشر وما يأخذوا موافقتهم على الاستخدام تبعها في الأبحاث العلمية. هسه هاي نشأت عنها مشكلات مستقبلية. من المشكلات اللي نشأت إنه في ناس أخذوا منهم أنسجة بدون موافقتهم واستخدمتها العلماء والشركات الأبحاث واستفادوا منها بمليارات الدولارات. اكتشفوا أصحاب هاي الأنسجة بعدين إنه أنسجتهم أو أنسجة أمهاتهم وأجدادهم تم استخدامها في أرباح وهم نفسهم ما استفادوش شيء. اتطورت القوانين وصارت هسه إنه ممنوع تستخدم الأنسجة الخلوية من الإنسان بالمرة في مثلا الريبرودكتيف كلونينج، هاي أخلاقيا مقبول عالميا إنه الاستنساخ ممنوع ينعمل على أنسجة البقر، إنك تعمل كائن حي كامل من واحد ثاني، هاي فوربيدن، هاي ما لهاش علاقة في قصة استخدام الأنسجة بدون موافقة الناس، هاي مقبولة في كل الأخلاقيات الطبية إنه ممنوع تعملها. والشغلة الثانية إنه استخدام الأنسجة بدون موافقة صاحبها الواعية informed acceptance، موافقة واعية أو informed consent، إنه أنت راح تستخدم أنسجته في البحث العلمي سواء للأبحاث ولا حتى للأرباح لازم تبلغه، لازم تبلغه وتقول له شو بدك تعمل في أنسجته. إذا وافق تستخدم، ما وافقش ممنوع تستخدم الأنسجة البشرية. يعني أنا هسه في ليميتيشنز مقبولة متوافق عليها عالميا إنه ممنوع نستخدم الأنسجة البشرية في الاستنساخ ودراسات التكاثر، وممنوع تستخدم الأنسجة البشرية سواء ربحي أو غير ربحي بدون موافقة صاحبها. هاي المشكلة ليش نشأت؟ لأنه في مريضة اسمها هنريتا لاكس، منها أخذنا خلايا الهيلا سيلز، موجودات هذول في كل المختبرات تقريبا في العالم. هذول من سرطان عنق الرحم أخذوهم فيها هاي المرأة في الأربعينات يمكن. الخلايا هاي انتبهنا إنها إمورتال، يعني فيها ريبليكاتيف إمورتاليتي، فكان ثورة في عالم زراعة الخلايا والدراسات عن الخلايا. الدكتور اللي أخذ منها الخلايا في فترتهم كانت الموافقة بس لازم تصير على العملية الجراحية مش على أنسجة المريض، كانت تعتبر أنسجة المريض اللي تأخذها منه ملك للمستشفى. فشاليلها السرطان، هي أفريكان أمريكان، واستخدم طلع الخلايا زرعهم لقيهم بينقسموا بشكل مستمر، وزعهم على المختبرات المحليه وبعدها توزعوا على المختبرات العالميه ووصلوا لايدين شركات الادويه، شركات عفوا الدراسات البيولوجيه. هاي الشركات شو بلشت تستخدمهم في تطبيقات ربحيه، زي مثلا تصنيع الفاكسينز اللي هن الطعومات، مثلا الطعم شلل الاطفال انعمل في الهيلا سيلز. اصلا عرفنا انه عندنا 46 كروموسوم في الهيلا سيلز، كانوا قبل يفكروا عندنا اكثر من 46 كروموسوم. كثير تطبيقات انعمل من خلاياها هاي المراه اطنان من الخلايا وربحوا منها مليارات الدولارات. ما كانوش يعرفوا الخلايا لمين، بس كانوا مسمينها هيلا سيلز اللي هو الدكتور هيك سماها. بعد فتره في السبعينات او في الثمانينات اكتشفوا احفادها، هي ماتت من الورم، اكتشفوا احفادها انه خلايا جدتهم، مش بالفتره الحديثه، اكتشفوا انه خلايا جدتهم تم استخدامها بشكل كبير وبارباح خياليه. وهم من الافريكان امريكان، وضعهم الاقتصادي سيء والقوانين الجديده لانه صارت عده مشكلات زي هيك قبل تقتضي الموافقة، فرفعوا قضية على شركة اسمها ثيرمو ساينتفك ربحت من خلايا أم المليارات. القضية لسه منظورة في القضاء، هذا الرابط بوديك على رابط القضية شو صار فيها. على الأغلب
على الأغلب مش راح يربح القضية. ليش؟ لأنه استخدام الخلايا في البداية القوانين ما كانتش تجبر الدكتور، وهو عمله على الأغلب بس تقنية، ما كانتش تجبره إنه ياخذ موافقة. كانت أي نسيج مأخوذ من الناس في المستشفى يعتبر ملك المستشفى. الموافقات كانت ضرورية على العملية الجراحية، بس على الاستخدام ما كانتش ضرورية. فهذول أحفاد على الأغلب راح يخسروا القضية، لأنه في ناس ثانية نفس القصة تقريبا القضاء ما حكم لهم. ليش؟ لأنه ما كانش فيه موافقة واعية ضرورية وقت أخذ الخلايا. طبعا بسبب قصص زي هيك صارت التنظيمات انه او القوانين انه ممنوع نستخدم خلايا البشر بدون موافقته. حتى القوانين مش بس الخلايا، اذا بدك تروح تقابل واحد تاخذ منه استجواب هيك كويشنير عن شغلات عنده، شو الاشياء اللي بتعمل له مثلا زوفان معده، ممنوع تستخدم هاي المعلومات الا بالموافقات الضروريه الاخلاقيه والقانونيه والقضائيه، ومنه نفسه برضه تاخذ موافقته انه بدك تستخدم هاي المعلومات. المواد الجينيه، عينات الدم، كلها بدها موافقه واعيه عن سبب الإشي اللي بدك تعمله عن الاستخدام. ظل هيك المواد اللي هي السيلف ستادي، هاي ضروري انتم تقرؤوها لحالكم، وهيك بنكون ان شاء الله كملنا الكورس.